امامنا هيكل جمامدية يعطي دائما في التعليمات لشوبانو ولهذا الفريق. الكرة ترجع مساحي اللي باش يكون عنده شأن في كرة القدم. طبعا العناصر هذه قدمت اليوم يعني ما هو مطلوب منها في ظروف صعبة جدا امام فريق يعني تقريبا بكامل عناصره النجم الرياضي الساحلي بتشكيلة مثالية. طيب المزياني يلعب مع حمزة الأحمر، حمزة الأحمر يلعب كرة على الجهة اليمنى، تخريج الكرة بالراس والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي، الهدف الثاني عن طريق أيمن الصفيقسي، هدف ثاني بعد عملية سريعة لصالح النجم الرياضي الساحلي، يجي في توقيت 9 دقائق يعني دقيقة 54 في المباراة. النجم يضاعف النتيجة. شوفوا الكرة بالراس والتمريرة ثم الرأسية الثانية، يبدو لي القيرماني يعطي كرة بالراس وأيمن الصفيقسي في موقع مناسب جدا دون رقابة يتمكن من تسجيل الهدف الثاني ومغالطة الحارس صبري بن حسن. إذا هدفين مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي أمام النادي الصفاقسي. صحيح، عملية ممتازة وعملية مدروسة من النجم الرياضي الساحلي، عملية